المقاتل اليمني في تسطير أروع البطولات في مواجهة أعتى الأسلحة. ولعل مشاهد اقتحام مدينة الربوعة بتلك الطريقة وبتلك أيضا الاستراتيجية للجيش واللجان الشعبية وبتلك البسالة والقوة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على قوة وبأس المقاتل اليمني الذي لن يقف عند هذا الحد، ولكنه سيواصل فنصره مؤزر بإذن الله تعالى على قواته. المشاهد أيضا دلت على هشاشة ووهن جند العدو السعودي. ليست مشاهد من إنتاج أفلام هوليوود ولا صور من صنيعة غرف أخبار إعلام العدو السعودي، إنها الحقيقة الكاملة والصورة الواضحة ومن قلب المعركة. مدينة الربوعة بداخل العمق السعودي كانت مسرحا كبيرا لمعركة حية استخدمت فيها الذخيرة الحية، وكشفت قوة وبأس المقاتل اليمني ضد ترسانة ووحشية الآلة الحربية السعودية ومدى هشاشة ووهن هذا العدو. عرب والله عرب قوة الله. عرب. ليك ضربوها. عربت. ليك واحد بتدخل مادك. عرب بعد حلفكم على الدلاولي. حيث تظهر المشاهد تخبط آليات العدو السعودي وفرار جنده الباحثون عن مأوى يعصمهم اللهيب نيران أبطال الجيش واللجان الشعبية. فلا ناصر اليوم لظلمكم سوى أخلاق رجال الجيش اليمني تاركين من فر منهم إلى حال سبيله، فحسبه ما هو فيه من فزع. عقيدة المقاتل اليمني وإيمانه بالله والقضية هي القوة الكاملة وراء كل تلك البطولات رقم سلاحه المتواضع، بعكس ما يمتلكه جند آل سعود من آلات ومعدات وطائرات لم تنفك عن مساندتهم بالقصف. جميعها احترقت وصارت أدخنتها السوداء وأشلاؤها تغطي أرجاء مدينة الربوعة التي باتت تحت السيطرة الكاملة على أبطال الجيش واللجان الشعبية. سجدة لله من مقاتل يمني تختزل فيها الصورة كل قيم وأخلاق اليمنيين في الحرب والسلم، فهم يعرفون بأن النصر من عند الله، فهو أحق أن يخشى من خشية عدو جعل من طواغيت الأرض سادة له. الله أكبر الله أكبر، اللهم لك الحمد لك الشكر، اللهم لك الحمد. إمام النجار، الفضائية اليمنية.